تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان القدير ياسر العظمي بحادث سير في العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين، هالشيء اللي أثار موجة جدل كبيرة على منصات التواصل لمعرفة الحقيقة الخبر، إن كان هو حقيقة أم شائعة، ليتم نفيه بشكل رسمي وشخصي أيضاً من قبل الفنان ياسر العظمي بعد ما نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بياسر العظمي على الفيسبوك تسجيل صوتي لياسر العظمي للفنان طبعاً. طبعاً نفى في خبر وفاته بطريقة كوميدية كما تعودنا أنه نحن دائماً نشوفه. خلينا نسمع مع بعض الأبيات الطريفة يلي ألفها الفنان القدير ياسر العظمي واللي بتعتبر أو اللي بتعبر عن مدى ثقافته الواسعة عن الكتابة ويلي كان أيضاً مسلسل مرايا هو شاهد على إبداعه ككاتب. خلينا نسمع كيف رد ياسر أو الفنان ياسر العظمي طبعاً المبدع على هالخبر وفاته وكيف نفى بطريقة كوميدية خلاه يكون حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. مساء الخير والمحبة. قد قالوا عني قد مت مع أني حياً ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي لو أني مثلاً سافرت؟ أيقال بأني مرحوم لو عن شاشة تلفاز غبت؟ كذب الحاسد والواشي والسوشيال ميديا هو النت.